في زمان ما كان أحد الرجال يملك حماما، وكان يجلس وراء الصندوق يأخذ من الزبائن الأجرة. وذات يوم دخل الحمام رجلان في زي تاجرين، وبعد أن استحمى قدم له أحدهما قبضة من ذهب والآخر قبضة من فضة أجرة استحمام كل منهما، ثم طلب منه تفسير ذلك وأمهله 3 أيام. وحار الحمامي في الأمر ما معنى ذلك كله، وكانت له بنت وحيدة رأت حيرته واضطرابه فسألته عما به فأخبرها، فأجابته بأن الأمر بسيطا جدا، فأما الذي أعطاه قبضة ذهب فهو الملك، وأما الذي أعطاه قبضة فضة فهو الوزير. يرجع الحمامي إلى حمامه مسرورا، وفور دخول الرجلين عليه يخبرهما بالجواب، فأسأله عندئذ الملك: سأسألك عن وعاء فيه لآلئ يأتي طائر فيخطف منهما لؤلؤة، ما تفسير ذلك؟ ثم يمهله 3 أيام. يرجع الحمامي إلى ابنته فيعرض السؤال عليها، فتجيبه بأن الوعاء هو الدنيا، واللآلئ هي الأرواح، والطائر هو ملك الموت يقبض تلك الأرواح. وبعد 3 أيام يحضر الملك ووزيره إلى الحمام متنكرين، ويجيبهما الحمامي بمثل ما أجابت ابنته، فيصر الملك بالجواب، ثم يطلب منه أن يجيبه عن هذا السؤال: ما الواحد الذي لا يصير 2؟ وما الاثنان لا يصيران 3؟ وما 3 لا تصير 4؟ وما 4 لا تصير 5؟ وما 5 لا تصير 6؟ وما 6 لا تصير 7؟ وما 7 التي لا تصير 8؟ وما 8 التي لا تصير 9؟ وما 9 التي لا تصير 10؟ وما 10 لا تصير 11؟ وما 11 لا تصير 12؟ وما 12 التي لا تصير 13؟ يذهل الحمامي أمام السؤال ويرجع إلى ابنته وهو قلق، يخشى ألا تتمكن من الجواب، وقد أمهله الملك أيضا 3 أيام. وعلى الفور تجيبه ابنته قائلة: الواحد لا يصير 2 هو الله، والاثنان لا يصيران 3 هم الليل والنهار، والثلاثة لا تصير 4 القسم بالطلاق، والأربعة لا تصير 5 هم الخلفاء الراشدون، والخمسة لا تصير 6 أوقات الصلاة، والستة لا تصير 7 أيام شوال الستة، والسبعة لا تصير 8 أيام الأسبوع، والثمانية لا تصير 9 كلب أهل الكهف وهو ثامنهم، والتسعة لا تصير 10 أشهر الحامل، والعشرة لا تصير 11 الرجال المبشرون بالجنة، والأحد عشر لا تصير 12 هما إخوة يوسف الصديق، والإثنة عشر لا تصير 13 أشهر السنة. يسترجعها والدها الجواب فتعيده عليه، فيؤكد لها أنه لم يتمكن من حفظه، وعندئذ تكتب له الجواب على ورقة. ويحضر الملك ووزيره إلى الحمام فيعطيه الجواب مكتوبا على ورقة، فيقرأه الملك فيصر به، ثم يسأله عن صاحب الأجوبة فيخبره بأنه ابنته، فيسأله الملك الزواج منها فيخبره أن عليه أن يشاورها في الأمر. ويعرض الحمامي على ابنته الزواج من الملك، فتجيبه بالموافقة على شرط واحد: أن يتمكن الملك من تلبية طلبها، وهو أن يحضر لها الأرض التي لم تدس، والقمر الذي لم يخسف، والنجوم التي لم تعد. ويرجع الحمامي إلى الملك بالسؤال، فيعده الملك بالجواب، وفي اليوم التالي يرسل إليها بساطا جديدا مطويا هو الأرض التي لم تدس، ووعاء من فضة هو القمر الذي لم يخسف وقد ملئت بالذهب، وهو النجوم التي لم تعد. يحمل البساط والوعاء خادمان هما سعد ومسعود، فيقرعان عليها الباب فتجيب بأنها مشغولة وما عليهما إلا أن ينتظران، ريثما تنزل إليهما ثم تتأخر عنهما، وهي تراقبهما من نافذة فوق باب الدار لترى ماذا سيصنعان، وإذا هما يمدان البساط فيقعدان عليه، ثم يأخذان في عد الذهب، وقبل أن يفرغا من العد يضع كل منهما في جيبه بضع قطع،
ثم تفتح لهما الباب وتدعوهما إلى إدخال ما يحملان إلى الدار. وقبل أن يخرجا تطلب منهما أن يخبر الملك أن الأرض قد دويست، وأن القمر قد خسف، وأن النجوم قد عدت ونقصت. ويرجع الخادمان إلى الملك ويخبروه بما قالته لهما، فيأمر بحبسهما، فيدهشان لذلك ويسألانه عن السبب. فيسألهما إن كان قد مد البساط وعد الذهب وسرق منه شيئا، فيقران بذلك فيعفو عنهما. في اليوم التالي ينزل الملك ووزيره إلى الحمام متنكرين كالعادة، ويسأل الملك الحمامي عما تجيده ابنته من عمل، فيخبره أنها تحسن الخياطة، فيعطيه قطعة مرمر ويطلب من ابنته أن تخيط له ثوبا. يحمل الحمامي قطعة المرمر إلى ابنته ويخبرها بطلب الملك، فتعطيه 3 قطع صغيرة من حجر الصوان، ليطلب من الملك أن يغزل منها خيطا لتخيط له الثوب. ويحضر الملك إلى الحمام فيعطيه الحمامي قطع الحجارة، فيشعر الملك بالحرج ويدرك مدى ذكاء تلك البنت، ولكنه يأبى إلا أن يمتحنها أكثر فأكثر، فيحدد لوالدها موعد الزفاف بعد أسبوع، ثم يخبره أنه يطلب منها أن تدعو إلى العرس 40 فتاة عذراء وكلهن حوامل في الشهر 9، وتدعو ابنة الحمامي 40 فتاة من جاراتها وصديقاتها وقريباتها، وتضع على بطونهن وسائد تلفها بالقماش وتسدل فوقها الأثواب، فإذا هن كالحاملات. وفي ليلة الزفاف يقيم الملك المآدب وتدعى إليه الفتيات 40، فأخذن جميعا في رمي ما في الصحون على الأرض، ويعبرن عن عدم رضاهن عن الطعام، ويطلبن من الملك أن يهيئ لهن لحما مشويا في سياخ من جليد على نار من برد. وقد فعلنا هذا كله بتوصية من ابنة الحمامي. ويخلو الملك بالعروس والغضب باد عليه، فقد أحرجته أمام المدعوين بما فعلت، وفور دخوله عليها يؤكد لها عدم رضاه عن كل ما كان، ثم يطلب منها أن تحمل ما غلى ثمنه وخف وزنه وترجع بثياب الزفاف إلى بيت أهلها. فتظهر ابنة الحمامي الإزعان والقبول، ولكنها تعرض عليه أن يقبل منها هدية زجاجة عطر كي تبقى لديه للذكرى، ثم تقدمها إليه، فيفتح الزجاجة ويشمها فيروح على الفور في سبات عميق، إذ لم تكن زجاجة العطر سوى مخدر قوي التأثير. وتلف ابنة الحمامي الملك في ملاءة السرير، ثم تحمله على ظهرها وتخرج به من باب سري وتمضي به إلى حمام والدها، وهناك تنزله عن ظهرها. ويستيقظ فيجد نفسه في الحمام وحده مع العروس، فيسألها كيف أحضرته إلى هذا المكان، فتجيبه ألم يطلب منها أن تحمل ما غلى ثمنه وخف وزنه، وتؤكد له أنها لم تجد سواه لا أغلى ثمنا ولا أخف وزنا، كما تؤكد له أنها لم تشأ أن يعلم أحدا من أهله أو أهلها، إذ لا يجوز أن يعلم أحدا بشيء ما بين الرجل وزوجته. ولذلك جاءت به إلى الحمام في الليل وهو مغلق، وعندئذ يرجوها أن ترجع به إلى القصر مثلما جاءت به، فترجع به من الباب السري، ويظل طوال الليل قاعدا من غير أن يكلمها بشيء. في صباح اليوم التالي يخبرها الملك بأن لديه سؤال أخير، إذا عرفت هي الإجابة فإنه سينسى كل ما كان، وستكون هي بجواره ملكة للبلاد. قالت أنا على أتم استعداد أيها الملك. عندئذ قال لها الملك ما هو السؤال الذي لا يمكن الإجابة عليه بنعم أو لا؟ فقرت قليلا وجلست، ثم أغمرت عينيها وراحت في سبات عميق. عندها أدرك الملك مدى ذكاء تلك المرأة وقدرها حق قدرها، وعاش سويا في هناء وسرور.